السيدة الوزيرة، السيد رئيس اللجنة الوطنية للمراقبة لحماية معطيات الطابع الشخصي، السادة الممثلين الهيئات المشاركة، ضيوف الكرام، أيها الحضور الكريم، يسرني ويشرفني أن أتواجد معكم اليوم، خصوصا أن الموضوع اللي كيجمعنا في هذه القاعة لا يهمنا فقط كمسؤولين سياسيين أو إداريين، بل كذلك كآباء وأمهات، لأننا مطالبون بالقيام بمهامنا على أحسن وجه، مسؤولون كذلك على حماية أطفالنا. إذن فهو موضوع تجمع فيه المسؤولية المهنية والإدارية والسياسية والمسؤولية المرتبطة بالغريزة الإنسانية التي تجعلنا مستعدين للقيام بالمستحيل لحماية أطفالنا. سيداتي سادتي، لن أتحدث اليوم عن مسؤوليتي كأب لأنها ليست صفة التي أحضر بها معكم اليوم، لكنها صفة تحرك بشكل كبير الالتزام السياسي الصادق والتزام وزارة الشباب والثقافة والتواصل بكل قطاعاتها في حماية الطفولة. نعم، كل القطاعات الوزارية أو قطاعات الوزارة معنية بحماية والنهوض بالطفولة، ففي قطاع الشباب نستقبل الأطفال في المخيمات ونساهم في تأطيرهم عبر برامجنا التخييمية، وهنا أريد أن أعلمكم بأننا بصدد إعادة النظر في هذا البرنامج لنجعلها تساير التطور المجتمعي الذي نعيشه وكتحمي أطفالنا من مخاطره. كذلك نستقبل الأطفال في مراكز حماية الطفولة ورود أطفال، ونستقبل كذلك نساء في نوادي النسوية. قطاع الثقافة هو معني بهذا الموضوع من خلال التنشيط الثقافي والإبداعي الذي توفره المؤسسة التابعة لقطاع الثقافة، ودورنا كبير كذلك فيما يخص قطاع التواصل إلى جانب المؤسسات الإعلامية الوطنية في تحسيس المواطنين والمواطنات بأهمية حماية المعطيات الشخصية للأطفال والنساء. سيداتي سادتي، إن منصة تكون على بال لحفظنا مزيانة الصباح التي تشهد اليوم على إطلاقها ستكون بكل تأكيد لامنة مهمة في ورش حماية المعطيات الشخصية بصفة عامة وحماية المعطيات الشخصية للأطفال بصفة خاصة، كون أن هذه الفئة هي الأكثر عرضة للأخطار الناتجة عن الاستخفاف بأهمية حماية المعطيات الشخصية، خصوصا في عصر فرضت فيه الأدوات الرقمية نفسها علينا وعلى أطفالنا. ولابد هنا أن أخص بذكر فئة من الأطفال الذي أعتبرها أكثر هشاشة وأكثر عرضة لهذه الأخطار، وهي الأطفال اللي كانت تستقبلهم في مراكز حماية الطفولة، لأن معظمهم غير متمدرسين ويقودون طفولتهم بعيدين على أبائهم وأمهاتهم، فلا تقدير ولا حماية ولا مواكبة لهم غير تلك التي توفر لهم الدولة. وبالمناسبة نحن مطالبون بمضاعفة جهود لحمايتهم من هذا المخاطر ومن الأيادي الغير آمنة التي يمكنها أن تحصل على معطياتهم. فمن دورنا نحن كحكومة ومؤسسات أن نوفر لهم تلك الحماية والتحسيس والتقدير، ونحن مستعدين أن نساهم من خلال هذه المنصة وفي إطار اختصاصاتنا في عملية التحسيس والمواكبة، كما أن أبواب مؤسساتنا مفتوحة للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وغيرها من المؤسسات التي ترغب في تقديم أسهامها في موضوع من أجل هؤلاء الأطفال في إطار احترام خصوصيات قانونية لمراكز حماية الطفولة. سيداتي سادتي، حينما نتحدث عن الأطفال نتحدث عن المستقبل، نتحدث عن أجيال تشكل نواة مجتمعية لبلدنا، ونعتبر أن حماية معطياتها الشخصية مدخل أساسي لصون كرامتها وحفظ عرضها وحماية مستقبلها. فشكرا لكم لهذه المبادرة، وأريد التأكيد من جديد أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل مستعدة للمساهمة الفعلية في إغناء هذه المنصة من خلال مجلة تدخلاتها والتي ذكرتها في كلمتها الليل. وفي الختام اسمحوا لي أن أخاطبكم الآن بصفة أبوية وأقول لكم حتى أنايا كونوا في البال وكونوا مع المنتخب إن شاء الله. شكرا لكم.